السلام عليكم. إذا رأيت القبلة فاتجاهك باتجاه القبلة مباشرة باتجاه الكعبة، وإذا رأيت أو إذا كنت في مكة فجهتك باتجاه الكعبة مباشرة، وإذا كنت خارج مكة في أي بلد من البلدان فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كانت قبلتك باتجاه الشاشة التي تنظر إليها الآن فقبلتك ما بين يمينك ويسارك. شكرا.